نفت شركة سيمنز للطاقة الادعاءات غير الصحيحة التي تم تداولها مؤخرا في بعض وسائل الإعلام وعدد من منصات التواصل الاجتماعي، إذ تود شركة سيمنز للطاقة أن تؤكد التزامها الكامل في دعم ومساندة الحكومة المصرية في توفير الكهرباء المستدامة لشعب مصر. كذلك فإن الشركة تؤكد على أن محطات الكهرباء التي تقوم شركة سيمنز للطاقة بتشغيلها مستمرة في العمل على توليد الكهرباء المطلوبة من قبل وزارة الكهرباء، ولا يوجد لدى الشركة أي نية لوقف الأعمال بأي من تلك المحطات. الجدير بالذكر أن المدفوعات المستحقة لشركة سيمنز للطاقة تسير وفق ما هو متفق عليه مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفقا لما صرح به أشرف حماسة المدير التنفيذي لشركة سيمنز للطاقة بمصر.